وحشك ايه؟ ايه مالكم؟ مالكم ساكتين كده ليه؟ مش عادتكم يعني؟ لا ابدا يا بابا مفيش حاجه. هو اللي احنا فيه ده مخلي الواحد ليه نفسه يقول اي حاجه، حتى الكلام الواحد بيقوله بالعافيه. ماما من فضلك انا مش ناقصه. وبعدين خلاص خلاص يا ريتني ما اتكلمت. بابا كان في موضوع كده كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك على انفراده. على انفراد؟ ليه يا عاصم على انفراد؟ احنا مش المفروض عيله واحده ومفيش بينا اسرار؟ ولا ايه رايك يا ست مها؟ جهان بتتكلم صح يا عاصم، قول قدامهم عادي وهم اكيد هيعرفوا. ما تقول يا ابني قلقتني. لا يا ماما ابدا مفيش قلق ولا حاجه، بس انا قررت ان انا ومها نسيب البيت هنا ونعيش في شقه صغيره على قدنا. ليه كده؟ هو في حاجه حصلت؟ لا ابدا يا بابا مفيش حاجه حصلت ولا حاجه. وانت يا مها في حد زعلك؟ بالعكس يا عمي، انا بحبكم جدا وبحس نفسي واحده من العيله، وبحب طنط جدا زي مامتي بالظبط. امال ايه اللي جد؟ انا اقول لك يا ماما اللي جد يا حبيبتي، ان انا جيت وقعدت معاكم هنا، وشكلها قعدتي المره دي هتطول شويه، وطبعا الست مها ما بتستريحش في القعاد معايا حتى من قبل ما تتجوز. انت ازاي بتفكري بالطريقه دي؟ اخس عليك يا جيهان، احنا طول عمرنا كنا اصحاب، انت اللي اتغيرتي اصلا كده من غير مبرر. بس يا جماعه خلاص هنتخانق مع بعض ولا ايه؟ قولي يا عاصم القرار ده ليه انت اخدته؟ يا بابا الكلام ده كان لازم يحصل من زمان. انا ومها نفسنا يبقى لينا بيتنا لنفرشه على ذوقنا، وبعدين هي تاخد راحتها في بيتها، تغسل تطبخ تشيل مسؤوليه جوزها بقى. ما هي بتعمل كل اللي نفسها فيه. انا قلت لك اسكت انت، خليني اتكلم مع عاصم. ايوه ما انا دايما كلمتي انا اللي بتقف الزور. وبعدين قلت لك استني عايز اتكلم مع عاصم. قولي يا حبيبي انت ليه خدت القرار ده فجاه وليه النهارده بالذات؟ مش النهارده بالذات يا بابا، احنا كنا مأجلين الموضوع ده، بس ده كان في دماغنا، وبعدين اعتقد ان جه الوقت المناسب ان احنا نمشي فيه من البيت ويبقى لينا بيتنا لوحدينا. واللحظه دي ما جاتش غير لما جيت انا وقعدت معاكم، مش كده يا عاصم؟ لا ده كتير قوي بقى يا جهان، انا بجد حزينه انك بتفكري فيا بالطريقه دي. انا طالعه فوق يا عاصم، عن اذنك يا عمي. ليه كده؟ ليه ما بتحبك؟ وحتى لو كان في جواكي حاجه من ناحيتها ما يبقاش بالشكل ده. على اذنك يا بابا. عاصم يا عاصم عاصم، انا لا يمكن اسمح للبنت دي تاخد مني ابني مهما كانت الاسباب. سيبيهم سيبيهم يعملوا اللي هم عاوزينه. يعني تاخد مني ابني؟ خلاص خلاص بقى ارجوكم سيبوني لوحدي، عايز اقعد افكر. اتفضلوا. يلا يا حبيبتي تعالي معايا. يلا يا حبيبتي البيت كله اتجنن. صباح الخير. صباح الخير افندم. انا محاسب من مكتب الاستاذ صبري، جايبه له الحاجات اللي هو طالبها. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. تحبي تشربي ايه؟ متشكره قوي، سلامة الاستاذ صبري افندم. العصير بسرعه يا سعاد. حاضر يا مدام بسرعة. أهلا أهلا يا محاسب. أهلا أهلا، اتفضلي استريحي. سلامة الأستاذ صبري خير؟ لا خير إن شاء الله، شوية إجهاد كده من الشغل، أنا قلت له يستريح في البيت ويعمل شغل المكتب من هنا. أنا آسفة لو كنت تعبتك يعني. بالعكس أنا تحت أمر الأستاذ صبري، دي الأوراق اللي طلبها المستعجلة، خليه راجعها براحته وأنا بالليل إن شاء الله هعدي بعد المكتب أخدها. عن إذنك. إيه؟ أنت ماشية بسرعة كده؟ معلش أنا ورايا حاجات كتيرة قوي في المكتب لازم أعملها، والأستاذ بيعتمد عليا أنا بس علشان أعملها. طب مش على الأقل تطمني على صبري؟ ما أنا اطمنت عليه من حضرتك. عن إذنك. محاسب لو صبري عارف إنك جيتي وما شافكيش هيزعل قوي. معلش خليه مستريح. عن إذنك. لا ثانية واحدة، أنا عندها دقيقة واحدة. صبري صبري يا حبيبي، في ضيوف عاوزينك. مين يا حبيبتي؟ في ناس بيعزوك عايزين يشوفوك. يبقى أكيد منعم، جهزوا الغدا، مش هينشأ إلا ما نتغدى كلنا مع بعض. الغدا جاهز يا روحي.
حسن؟ خير يا محسن، ايه اللي جابك؟ ابدا، اصل مدام اتصلت بيا في المكتب وقالت لي انه حضرتك تعبان شويه واجيب الشغل المستعجل هنا. بس احنا ما عندناش حاجه مستعجله. ده رايي يا صبري. البيت بيتها، اهلا وسهلا بيها، تيجي في اي وقت، على الاقل تطمن عليك. خلاص اتفضلي استريحي يا محسن. معلش يا استاذ انا كنت ماشيه على اذنك. لا ماشيه ايه، الغدا جاهز، يعني ناكل مع بعض يبقى في عيش وملح بينا، احنا ولاد بلد برضو. معلش ده لسه بدري قوي على ميعاد الغدا، عن اذنكم. اخس عليك، ما تقول حاجه يا صبري. سيبيها على راحتها، اصل عندنا شغل كتير في المكتب ولازم تروح تخلصه. عشان خاطري يا صبري، عشان خاطري يا حبيبي. قول لها اقعدي اقعدي يا محسن. معلش يا استاذ انا لسه هعدي على اختي قبل ما اروح المكتب، عن اذنكم. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تجيبيها من غير ما تاخدي رايي؟ مش انت اللي قلت انك تعبان ومش هتقدر تروح المكتب النهارده؟ قلت عاوز استريح، مش عايز لا شغل ولا وجع دماغ. هي الست محاسن بقت وجع دماغ دلوقتي؟ انت عاوزه ايه بالظبط يا الهام؟ هو ده اللي انا عايزه اعرفه منك يا صبري. حتى اليوم اللي عايز استريح فيه في البيت بقى صعب. انا خلاص هطلع اغير هدومي واخرج. انت رايح فين؟ رايح اي مصيبه اهدي فيها اعصابي، عن اذنك. انت يا عصران اللي تقول الكلام ده؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، ده لولا معزتك عندي ما كنتش جيت لحد مطرحك وتكلمت معاك. انا مش قادر افهم ازاي الدنيا تقفل معايا بالشكل ده، في حظ كده؟ هي الدنيا كده يا سعادة البيه، ربنا يكفيك شر قلبتها. طب والعمل بقى يا عصام؟ مفيش غير عمل واحد يا سعادة البيه، تكمل معاهم. اكمل ايه؟ انت اتجننت؟ معقول؟ انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي. يا بيه انت عامل زي اللي بيلعب ضمنه والضمنه قفلت معاه، يا يكمل يا هد الدور. انا بقى هد الدور؟ وليه بس يا سعادة البيه تهد الدور؟ ايش عرفك اللي بعده هيكون ايه؟ يمكن الدور اللي بعده يكون اوعر واوعر. عاد انا ده هيجنني، اشمعنى اختاروني عشان يعملوا معايا العمله دي؟ حظك كده يا سعاده البيه، مش يمكن ده لمصلحتك؟ مصلحتي ادينا فيها اهو والدنيا مقفله معاك، ايش عرفك في الاخر هيحصل ايه يا بيه؟ يمكن تاجي شويه نور ولو بصيص حتى. لا لا يا عزراء، مش انا اللي اعمل كده، مش ابراهيم عجاشه اللي يعمل الكلام دوت. ده انا من ساعه ما عرفت الحكايه دي مش جاي لي نوم يا اخي. طيب خلاص يا سعاده البيه، عشان ريحك خالص سيب الحكايه دي علي انا. وعليك انت ليه؟ انت مالك؟ شوف يا سعاده البيه، الناس دول عايزين اللي يسلم ويستلم، وانت بالنسبه لهم واسطه خير، وانا اللي حابقى في الواجهه، واذا حصلت اي حاجه كل اللي عليك انك تقول انا باجل عربيات وبس. ايوه بس ما بسش ولا حاجه يا سعاده البيه، انا عندي اللي يجيب لهم اللي هم عايزينه، واذا حصل اي حاجه انا هتصرف معاهم. ايوه عشان بس الحكايه هتكبر بالشكل ده قوي يا ابراهيم بيه، احنا عشره وعمري ما هضرك، وصعبان عليا الوضع اللي انت فيه دلوقتي. عاد طب انا اعمل ايه بقى يا عصران؟ انا عايزك تهدى خالص وتسيب كل حاجه عليا، وانت هتبقى بعيد عن الموضوع خالص. ايوه عصران بس لو عندك حل تاني قول يا سعاده البيه.